اليوم الثامن من الصوم. أدب نفسك. لقد فرضت علينا حضارة اليوم أن نكون مرهفي الحس وأن لا نتحدى ذواتنا ونضبطها، فمفهوم الحرية أصبح صنما يعبد. وإذا رأينا المجتمع في تدن بالأخلاق والإيمان، ليس علينا سوى أن نقول كل يتحمل وزر مشكلته. لقد بارحتنا المسؤولية على حياتنا الحقة وحياة الآخرين، وأمسى إزداء النصيحة أو الإرشاد محض تدخل في حياتهم الشخصية. إن حياتنا أصبحت محض إجباع للرغبات الشخصية، ونسينا أن اللذات والأهواء هي ينبوع الفوضى. ليس من الخطأ أن نطمح لخيرات العالم، ولكن المشكلة أن نطلبها دون العودة لله، والصلوات التي لا تخضع في البدء لإرادة الله ومجده بل تخضع لرغباتنا الأنانية هي صلوات رديئة. ألم يحذرنا القديس يعقوب في رسالته من صداقة العالم وعداوة الله؟ فالعالم الذي يقصده هو العالم الذي يرفض وجود الله كمقياس للوجود ويكتفي بنفسه وقدراته فقط. إنما نحتاجه في هذا الزمن المقدس أن نقسو قليلا على أنفسنا لنختبر الانضباط الروحي، ونطاوع ذواتنا مع النعمة الممنوحة لنا من لدنه. فالمؤمن لا يتلذذ بالعالم بل بالرب الذي يعطيه سؤل قلبه، فتتوق النفس إلى ينابيع الله كما تتوق الأيل إلى ينابيع المياه. ماذا أفعل اليوم؟ من أهم الأمور التي كان يختبرها الرهبان سابقا هو الامتناع المناسب عن الطعام، وتنظيم ساعات النوم، والتعامل الرصين مع الأمور المادية والعلاقات الشخصية. تصلح هذه الأمور لكل إنسان يود المضي قدما في الحياة الروحية، وليست هي حكر على الرهبان فقط. إن تحدي النفس وفي تعلقها الخطر بالرغبات يقوي من إرادتها وامتناعها عن الانجرار خلف صوت الشرير، وبعد اجتياز الامتحان يقدم الصائم صلاة شكر لله من أجل وضوح شاشة النفس الروحية وانقيادها التام لإرشادات الروح القدس. وبهذا تتسلق النفس سلم التطور الروحي وتدحر محاولات الشرير مهما كانت قوتها. صلاة. يا إلهي الحبيب، أنت مكافأتي في سباق الحياة، فلا أريدها مادية أو معنوية تتعلق بثناء الناس ومديحهم، بل أريد أن أؤدب جسدي ونفسي في هذا الصوم المقدس لأتزين بحلة النعمة والتواضع. هبني القوة الروحية وحسن القرار لأتقبل لحظات الألم كطريق يقودني إلى النضوج الداخلي، إذ يمسي الألم أوضح علامة تدل على جهدي الحقيقي في حياة الروح، وأنا بدوري سأنكر ذاتي وأضعها تقدمة حية خالصة لكل الذين يعانون في حياتهم ومن لم يعرف يوما طعم الراحة. ولهذا كن معي يا إله خلاصي في تحقيق مشيئتك هذه. آمين.